عندنا السؤال 11 هو تكرار ريبيت للسؤال العاشر، فما راح نحله. انتم هذه حاولوا بيها لان احتمال تجيكم بالامتحان. نروح مباشرة للسؤال الاخير بهاي مجموعة الاسئلة مال بارت 3، سؤال رقم 12. نعطيني محرك 3 فيز، الباور مالته 50 كيلو وات، 3 فيز 400 فولت 50 هرتز، سليب رينج اندكشن موتور. سليب رينج، ما دام سليب رينج يا اما اضافه مقاومه مثل ما عرفنا اضافه مقاومه او اضافه فولتيه، وهذا السؤال هو اضافه فولتيه فولتج انجكشن. على العموم هاز روتر امبيدنس، نعطيني الروتر امبيدنس بهاي الصيغه، هذه هي الار 2 وهذه هي الاكس 2 اوم بير فيز ات 50 هرتز. الستاند ستيل روتر اي ام اف، نعطيني الاي ام اف مال الروتر الاي 100 فولت، نعطيني التيار ويقول التيار يبقى ثابت، تيار الروتر الاي 2 يبقى ثابت عند قيمة ال 100 امبير. احسب السرعة مال المحرك اذا كان الروتر اول شيء فرعي بحالة الشورت سيركت، حالة شورت سيركت يعني ما ضايفه له اي فولتية. بالفرع بي راح نضيف 20 فولت ان 20 فولت بير فيز ان is injected in phase opposition، يعني فولتية مع عكس ال EMF، الفولتية اللي راح نحقنها او اللي نسوي لها injection للروتر تكون معاكسة opposition to the router EMF. المطلوب هو يريد من عندي السرعة، قلنا الحالة الاولى ما ضفنا اي فولتية، بالحالة الثانية ضفنا فولتية عكس الـ يعني البولاريتي مالتها او الـ هي تكون معاكس الفيز مالتها تكون معكو عكس الاي ام اف مال الروتر. والفرع الثالث هو اضافة فولتية ان فيز ويذ، يعني بنفس الطور مع فولتية الاي ام اف مال الروتر. خلينا نروح على الفرع اي، الفرع اي اللي هو ما بي اي اضافة فولتية. الطريقة هاي اخذناها قوانينها موجودة، فراح نستخدم القوانين نفسها هنا. هذا هو بداية الحل، بس انبهكم انه هذا سؤال 12 بالكتاب، ناسي يكتب لي النمبر اوف بول، فاحنا نضيفه من عندنا بي تساوي 6 عدد الاقطاب 6. راح نطلع السرعة التزامنية، طلعت 1000 ار بي ام. هذه هي معادلة التيار في حالة عدم اضافة فولتية، هذه المعادلة موجودة عندنا، تذكروا هاي المعادلة بالاناليسيس بالتحليل مال الطريقة بالتحليل. تتذكرون هذا الحد اهمله، قال راح يكون قيمته قليله اهمله، فبقالي بس الار 2. احنا ما انطاني بالسؤال اي انطباع انه اهمل الاكس 2، لا بالعكس نعطيني قيمتها، فبعد ما اقدر اهملها. فالتيار الاي 2 هذا هو قانونه، راح اعوض التيار معروف اي 2 انطانيها 100، الاي ام اف انطانيها 100، الار 2 معروفه، الاكس 2 معروفه، الشيء الوحيد المجهول هو الاس، ومن عنده فراح اعوض المعطيات المعروفه، راح احصل على معادله من الدرجه الثانيه لكن بسيطه ما تحتاج لها الدستور، راح ارتبها واحلها فراح تطلع لي قيمه السليب هذه، ومن خلال قيمه السليب راح اقدر اطلع السرعه. هذه هي سرعه دوران الماكينه عند اشتغالها بدون اضافه اي فولتيه الى الروتر. طبعا فقط هنا ملاحظه انه السليب راح يطلع لي قيمتين زائد ناقص، هذا ما مبين هنا. المهم راح تطلع قيمتين زائد ناقص، قيمة السالب راح تهمل لأنني ما راح أشغل الماكينة، ما راح أشغلها بالسالب وإنما بالموجب لأن هي ماطور. قلنا من قيمة السليب هذا راح أقدر أطلع قيمة السرعة، فراح تطلع لي هذا مقدار السرعة بالآر بي إم. المطلب الثاني راح اضيف فولتيه معاكسه للاي ام اف، هاي اسمها الفي ال اي انجكشن، الاي انجكتد الفولتيه اللي راح ادخلها الى الروتر. هذه بمنطوق السؤال نعطيني اياها 20، طبعا هنا ناقص لان هي اوبوزيت يعني معاكسه للاي ام اف. الاي 2 نعطيني اياها 100 راح تبقى ثابته. السليب هنا راح اسميه اس جي للدلاله على انه اكو فولتيه راح ادخلها الى الروتر، فهذا هو القانون مال اي 2. ايضا راح اعوض المعطيات كلها معروفه عندي المعطيات، فقط السليب الاس جي هو المجهول، فراح احصل على معادله من الدرجه الثانيه. هنا راح احلها بالدستور، راح تطلع لي حلين الاس جي
يا أما هذا الرقم القليل أو الرقم الكبير. هذا أكيد هم لازم أهمل واحد من عندهم، اللي راح أهمله هو القيمة القليلة، هذا اللي طلع لي هنا هذه القيمتين اللي طلعت لي. خلينا نفتهم هي شنو هي السلب. هذا هو السلب في حالة اشتغال الماكينة كماطور، هذا السلب في حالة اشتغال الماطور كجنريتر، فراح نهمل هذا وناخذ الرقم الثاني. صار عندي السليب معروف وعندي السرعة التزامنية معروفة، فمن خلالها أقدر أطلع سرعة دوران المحرك عد إضافة فولتية إلى الروتر تكون معاكسة للـ EMF مال الروتر. المطلب الثالث سي نفس الشيء، بس الفولتية تكون in phase with، يعني بنفس الفيز مع الاي ام اف. فالقانون اللي سابقا كان هنا سالب، هنا راح نخليه موجب. نفس خطوات الحل، معادلة من الدرجة الثانية نحلها بالدستور، راح يطلع لي قيمتين للسلب، هاي القيمة الأولى وهاي القيمة الثانية. أيضا لو نلاحظ من خلال السرع راح نشوف إنه هذه ليش دا يطلع لي حلين، ليش دا يطلع لي سليبات اثنين؟ واحد لحالة اشتغال الماكينة كجنريتر، السرعة العالية تدلل لي على انه الماكينة تشتغل كجنريتر، السرعة القليلة تدلل لي على انه الماكينة تشتغل كماطور. فرح نهمل هذا السليب اللي ينطيني السرعة العالية، واخذ السليب اللي ينطيني السرعة المنخفضة. من عرفت السليب انا عندي قيمة السينكرونس سبيد، اقدر اطلع قيمة السرعة. طلعت السرعة بهذا السؤال، السرعة بالفرع أي لما تكون الماطور الروتر مالته شورت سيركت ما بي أي فولتية مضافة، فرع بي حلينا السؤال عد إضافة فولتية تكون معاكسة للـ EMF مال الروتر، والفرع الثالث أيضا إضافة فولتية تكون بنفس الاتجاه مال الاي ام اف مال الروتر. انتهت هاي مجموعة الأسئلة. هنا طبعا عندي اني اخر سؤال هو سؤال 12، بدءا من سؤال 13 مداخل. هذه مجموعة الأسئلة كلها حليناها، بالتأكيد راح يجيكم سؤال او اكثر من عدها بامتحان هذا نهاية الفصل. بالتأكيد راح اغير لكم الارقام مال تحفظون، ماكو حفظ، لازم كل طالب يقعد يحل الأسئلة ويفتهمها حتى بالامتحان يقدر يجاوب.